أهلا وسهلا بكم. حين قمنا في الدرس السابق بالتحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني، مررنا بمرحلتين. قلنا أن أولا نقوم بتقسيم العدد في النظام الثنائي لأجزاء، حيث كل جزء يتكون من 3 وحدات، وبعد ذلك نقوم بتمثيل كل جزء في النظام العشري. لما 3 وحدات؟ قلنا لأن جميع عناصر النظام الثماني يمكن تمثيلها انطلاقا من 3 وحدات كما نرى هنا. في هذا الدرس سنرى التحويل في الاتجاه المعاكس، أي من النظام الثماني، إذن النظام الثماني إلى النظام الثنائي. النظام الثنائي أكتب كمثال عدد في النظام الثماني، مثلا 1 5 0 4 في النظام الثماني، كم يساوي في النظام الثنائي؟ أول ما أقوم به هو كتابة عناصر النظام الثماني. قلنا أنها هي 0 1 2 3 4 5 6 و7، وأقوم بكتابة تمثيلها في النظام الثنائي. لدي الصفر قلنا على شكل 3 وحدات كما رأينا في الدرس السابق. الصفر قلنا هو 0 0 0، الواحد هو 0 0 1، الاثنين هو 0 1 0، الثلاثة هي 0 1 1، الأربعة هي 1 0 0، الخمسة هي 1 0 1، الستة هي 1 1 0، والسبعة هي 1 1 1. إذن هذه الأعداد من 0 حتى 7 مع المدة سيكون تمثيلها في النظام الثنائي محفوظ بالنسبة للجميع مع التمرين والتجربة، لكن الآن نكتبها لتبقى أمام أعيننا. بعد ذلك نعود للرقم الذي نريد أن نمثله في النظام الثنائي. لدي إذن هو 1 5 0 4 في النظام الثماني يساوي. إذن كيف أمثله؟ انطلاقا من اليمين إلى اليسار في هذا الاتجاه، أخذ كل عنصر وأكتب تمثيله في النظام الثنائي. لدي 4 0 5 و1. إذن أبدأ من اليمين، 4، ما هو تمثيل 4 في النظام الثنائي؟ هو 1 0 0. إذن أكتب هنا 1 0 0، ثم لدي 0 0 هو 0 0 0. ضروري أن أكتب تمثيل كل عنصر من 3 وحدات. أعرف أني يمكن أن أمثل 0 بـ0 فقط، لكن هنا في النظام الثماني حين أقوم لتحويله للنظام الثنائي يجب أن أكتب كل عنصر بـ3 وحدات. إذن 0 هو 0 0 0. لدي 5، إذن كان هذا هو 0. 5 هي 1 0 1، إذن أكتب هنا 1 0 1. ولدي 1 هو 0 0 1 و 0 0 1. هنا يمكن أن أستغني عن هذين الصفرين لأن 1 هو آخر عدد هنا. إذن هذا هو تمثيل هذا العدد في النظام الثنائي. آخذ مثال يكون أبسط. آخذ مثلا 7 0 0 في النظام الثماني يساوي. إذن لدي 0 هو 0 0 0، 0 هو 0 0 0، والسبعة هي 1 1 1 1 في النظام الثنائي. إذن قلت أخذ كل عنصر وأقوم بتمثيله بـ3 وحدات في النظام الثنائي. ضروري أن العنصر في النظام الثماني سيكون محصور بين 0 و7، وبالتالي تمثيله في النظام الثنائي سيحتاج أيضا لـ3 وحدات فقط. ومن هنا سيظهر سبب كتابة كل عنصر حتى لو كان 0. لماذا أكتب 0 0 0؟ لأني لو أردت كتابة هذا العدد في الاتجاه المعاكس، أي تحويله من النظام الثنائي للنظام الثماني كما رأينا في الدرس السابق، أقوم بتجزئته لـ3 عناصر على هذا الشكل. لو كنت قد
كتبته الصفر هو صفر والصفر هو صفر والسبعة هي واحد واحد واحد. هنا أريد التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني. هنا أقوم بالتقسيم، سيأتيني على هذا الشكل، فأكتب أن واحد صفر صفر، واحد صفر صفر هي أربعة، ويبقى لي واحد صفر واحد واحد أو واحد واحد، واحد واحد هي ثلاثة في النظام الثماني هنا الثنائي، وهذا خطأ. هذا العدد، إذا هذا العدد هو سبعة صفر صفر في النظام الثماني، وهذا العدد هو ثلاثة أربعة في النظام الثماني، إذا ليس نفس العدد. لهذا ضروري كتابة كل عنصر حتى لو كان صفر بثلاث وحدات. نفس الطريقة للتحويل بين النظام الثنائي والثماني في الاتجاهين، أي من الثماني للثنائي والثنائي للثماني، نفس الطريقة نتبعها في النظام الست عشري، لكن باختلاف بسيط في عدد الوحدات، وهو ما سنرى في الدرس المقبل إن شاء الله. نلتقي إذن، إلى اللقاء.